طريق الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. وبعدها لعبت الدور السياسي الذي نقل المستمعين لقلب الحدث، وكانت المنبر الذي خطب من خلاله الملوك والزعماء وغير تاريخ الأمة. وحتى بعد ظهور التلفزيون ظل الراديو موجوداً رغم تعدد قنواته وتنوعها، حتى ظهرت إذاعات الأف أم التي نقلت الميكروفون نقلة نوعية. راديو جميل بصراحة، على الأقل حاجة بيسلي الواحد وهو راكب العربية أو راكب المكنة. هو بيضيع الوقت طبعاً لو أنت سايقة في الزحمة، البرامج بتاعته الصبحية، في برامج برضو بعد المغرب. وكان لانتشار شبكة الإنترنت الدور الرئيسي في ظهور نوع آخر من الإذاعات يتابعه المستمعون فقط عن طريق الإنترنت. أول الراديوات الإلكترونية بيقدروا يوصلوا أكتر للمستمعين، بيقدروا يوصلوا أكتر للناس عن طريق السوشيال ميديا. ممكن وأنت قاعدة عن طريق الفيسبوك تقدر تسمعي كمان الراديو الإلكتروني أو راديو الإنترنت، خاصة كمان أن الراديو بيوجه رسائل شبابية. ويبدو أن عجلة التطوير في الإذاعة مستمرة. مروة عبد العزيز، نهار اليوم.